لكم اجمل السلام والتحيه اعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام اينما كنتم واينما تواجدتم. يسعدنا بان نرحب بكم على منصه خليك ايجابي. لقد عدنا ولكن عودتنا في جوله 23 من مباريات دوري ادنوك للمحترفين بين الجزيره والامارات، هي قمه شويه في الفرق اللي تحت. قبل لا نبدا حلقتنا اعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام في لقاءاتنا مع جماهير الجزيره او الامارات، لا تنسون انكم تشتركون في القناه، تسوون لنا لايك واشتراك وكومنت ونستمتع شويه معنا على اخر الدوري، لكن نستمتع مع اخوكم خليفه رميثي على منصه خليك ايجابي واستمتعوا معانا. يلا تعالوا. باليس. نعم توقعاتك؟ توقعاتي والله 3-1 الجزيرة. 3-1 الجزيرة؟ نعم صدقني ان فاز الجزيرة 3-1 انا بعطيك هدية ان شاء الله من نفس المكان ان شاء الله. شو الهدية؟ بعد قال لك شو الهدية؟ ياسين بقع وشجعوه من خلف الكواليس. الله يعطيهم الصحة والعافية. لازلنا مستمرين اعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام مع جمهور الجزيرة، بننتقل لهم هناك. عاد هم الجماعة، في جماعة جالسين هناك شباب شي حلوين مستمتعين. تعال تعال، ليش تشغل كابتن؟ تعال جايين نسوي معاك لقاء حلو شي، لقاء للمتعة. المباراة بادية وانتو جالسين برا، شو السالفة يعني؟ انتوا فايزين؟ نحن واثقين من الفوز اصلا من بدايته، يعني قبل ما تبدا المباراه نحن واثقين. يعني الفريق الحين محتاج تشجيع وانتم جالسين برا؟ قاعدين نشجع نحن، عرفت يعني. من برا؟ من خلف الكواليس؟ لا مش من خلف الكواليس، نحن قاعدين نشجع داخل برا يعني، عرفت كيف؟ بروحين على قلب واحد. ايوه على قلب واحد. يعطيكم الصحة والعافية، بس يلسى شي لما حلوة، شكلكم من زمان ما التقيتوا من بين بعض. ايه ايه. في شباب يعني من زمان ما تعرفوا، شفناهم من زمان. منو اللي ما التقيت معهم من زمان؟ تحاضنوا. يا سبحان الله. يعطيهم الصحة والعافية. النتيجة 1-0 ولكن جمهور الجزيرة جالس برا، شكلهم مو بعيبنهم وضع الدوري يعني على نتائج الجزيرة. خلونا نستمر اعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام مع جمهور الجزيرة من داخل أرضية الملعب ان شاء الله، وعلى توقعات من بين الشوطين. الماضيتين بتعادل وبهزيمة، تعادل كما ذكرنا امام فريق نادي هذه كرة عرضية بالراس، يا سلام يا سلام على عرضية وعلى راسيه، وكمارا يسجل اولا. كمارا يتقدم لفخر ابو ظبي، عرضيه مثاليه كانت من كيمانو والراسيه من كمارا، من يعتمد عليه اليوم غريغوري كاساسي. هذا العربي الموريتاني يسجل، الموريتاني نعم يتقدم بكر كمارا لنادي الجزيره بكره عرضيه كانت رائعه مثاليه راحت في شباك نادي الامارات. واحد الأشياء، شوف كوليبالي هو اللي بدأها، لعب له كرة رائعة من جهة اليسرى، الكرة العرضية اللي كانت حاضرة عن طريق لاعب ريتشارد لعب له كرة عرضية جميلة ريتشارد، وراسية من اللاعب أبو بكر كمارا، وكمارا وضع الهدف الأول براسية رائعة، راسية رائعة ريتشارد. اليوم غريغوري يعتمد عليه ويؤكد للمدرب غريغوري بأنه يستحق أنه يكون حاضر في التشكيلة الأساسية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انتهاء الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف مقابل لا شيء على الإمارات، سجلها عن طريق أبو بكر كمارا في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول. كابتن شو التوقعات؟ والله 100% فايزين احنا، ما دام الجزيره جاب جول من اول 3 دقائق فزنا خلاص 3-0 نفس ما قال. منو تتوقع يسجل؟ زايده وكمان. زين منو سجل هدف الجزيره؟ سؤال يطرح نفسه، شوف كيف حطيته في موقف شوي، منو اللي سجل هدف الجزيره؟ والله نسيت. ترى اذا جاوبت عليه بدون ما حد يغششت عليها جائزه. لو اني متذكر بقول لك والله. خلاص خلي يعيد الجزيره عن اجواء المباراه، اجواء جميله جدا من بين الجماهير بكل امانه. 1-0 الجزيره، شو توقعاتك في الشوط الثاني؟ ان شاء الله الجزيره تفوز. كم؟ 2-1 2-0. زين سؤال، منو اللي سجل هدف الجزيره الاول؟ والله ما ادري لاني جيت في نهايه الشوط الاول. يا على نهايه الشوط الاول، يعني انا مستغرب جمهور ما يعرف منو يسجل هدف الفريق. شويه الوضع
يعني انا ما اعرف اقول لك الصراحه، والله خلاص طفح الكيل مع هالفريق، طفح الكيل خلاص طفح الكيل. ولكن المستغرب منه شيء واحد، ما شاء الله عليك تشجع الجزيره، الوصل الوحده وش العيد. لا انا جزراوي والكل يعرف، اما مباراه الوصل حاضرين نستمتع. ها ايه، والعين خلف ممثل الوطن سبحان. هني المخلصين اللي يحبون الانديه. بكل امانه توقعاتك في الشوط الثاني؟ ان شاء الله الشوط الثاني خاصه الجزيره، لكن نتمنى نشوف وجوه جديده. نفسيا يعني شخصيا انا مليت من هالوجوه اللي اشوفها كل المباراه، خلاص بدل يا اخي غير، عطى الرديف شوي فرصه، خلينا نشوف لعيبه. قرقر يقنعكم؟ والله لين الحين جيد، لكن استمرنا الموسم الجاي نشوف ان شاء الله بعد مباراتين باذن الله تعالى. لازلنا مستمرين مع جمهور الجزيره، وان شاء الله لنا لقاء اخر بعد المباراه باذن الله تعالى. نعم اعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام، لازلنا مستمرين مع جمهور الجزيره. 1-0 الجزيره في الشوط الاول، توقعاتك في الشوط الثاني؟ شو المجرى المباريات راح يحدث؟ يمكن الامارات يسوي مفاجاه على الجزيره. ان شاء الله يعني نال الجزيره يبيض الوجه ويجيب هدفين ثلاث واربع ان شاء الله، وان شاء الله يعني نتائج زينه يجيبون باذن الله تعالى. كم توقعاتك في الشوط الثاني؟ والله اقول 3-0 صراحه. في سؤال عليها جائزه بكل امانه، والله صدق عليها جائزه، منو سجل الهدف الاول للجزيره؟ الاول كافالي، وش اسمه يا اخي؟ كافالي صح؟ وش اسمه يا اخي؟ والله اني ناسي. لازلنا مستمرين مع جمهور، لازلنا مستمرين مع جمهور. انيستي حاول، ابعدت من امامه، عادت مره اخرى، علي مبخوت، اياها التسديده برونو، والكره راحت، الكره راحت في الشباك. برونو دي اوليفيرا، الظهور الاول لبرونو، يسجل هدف ثاني للجزيره، يتقدمون الان بهدفين. انيستا اتاخر في التمرير، والكره خطفها الجزيره، والجزيره يخطف ربما النقاط الكامله في هذه الليله. برونو دي اوليفيرا قد تكون. نعم اعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام، انتهت مباراه الجزيره والامارات بفوز الجزيره 2-2 لا شيء. سجل اهداف الجزيره كل من ابو بكر كمارا وبرونو اوليفيرا. نوعا ما يمكن اداء الجزيره مرضي، ويمكن جمهور الجزيره نوعا ما مش راضي على الاداء، ولكن فوز معنوي للاعبين الجزيره ولاداره نادي الجزيره. وخلونا ناخذ اراء جمهور الجزيره عن المباراه بشكل عام من جمهور الجزيره. هذا كل شيء، الف مبروك على فوز الجزيره. ما اعرف يمكن راضين على الاداء او مش راضين على الاداء، ولكن فوز معنوي خلنا نقول حق الجزيره وللاعبين الجزيره ولاداره نادي الجزيره، حتى للمدرب نفسه حق غرفه الملابس للاعبين بشكل عام. وتقد فوز معنوي لا اكثر لا اقل، لكن الاداء صفر على الشمال. اليوم الامارات كان افضل مليون مره عن الجزيره. يعني الحين الموسم انتهى وكل شيء خلص. اتمنى رساله حق اداره نادي الجزيره انك تشتغل من الحين اذا تبغى البطولات تبغى المنافسات، لانك انت في الدوري السنه الجايه مش فريق الجزيره، عندك 14 نادي وياك. اذا بتشتغل من الحين تبغى بطولات اشتغل من الحين، ابدا. الانديه كلها اشتغلت، الانديه كلها جهزت. انت محتاج شغل كبير، محتاج مدرب، جهاز فني، محتاج اجانب كلهم، محتاج لاعبين مواطنين تدعيم الفريق. اما بتستمر على هاللعب وهالالعك بنستمر على نفس الموال. اذا تبغى بطولات لازم التغيير باذن الله تعالى. ناصر انا عندي رساله بكل امانه من المنصه بعد كذلك نحن نوجه لك اياها. نشكرك على حضورك دائما في كل مباريات الموسم للجزيره، ودائما في كل سنوات انت تحضر ما شاء الله عليك، سواء كنت في ابو ظبي او دبي الشارقه وعمان تتعنى للفريق. صحيح ان في انتقادات تطلع من بعض الجماهير للاداره او للاعبين، ولكن اتوقع ان الرساله واضحه ان في تغيير للموسم القادم. متبقي لهم يمكن مباريتين، هم كان عندهم هدف ان نحصد 9 نقاط المتبقيه بحد ذاته انه يكون للموسم القادم. يعني انت كمشجع للنادي لهذا البيت والمكان اللي انت تحبه، رسالتك للاعبين نادي الجزيره؟ شوف انا رسالتي الاوليه للجمهور هالفريق وهالشعار فريقي، حتى لو نزل درجه اولى. اليوم مباراه الامارات نازل درجه اولى وجمهوره حاضر، مهما صار مهما استوى للفريق مهما كان الفريق سيء احضر، انتقد من حقي اني انتقد واتكلم واقول، لكن اني جالس في البيت واشرب لي شاي وقهوه
وبعدين اقول هاللاعب سيء وهالمدرب سيء وهالاداري سيء، انا خلف الفريق حتى وكنت رحت السعوديه، رحت صلاله كاس العرب بروحي حاضر، حتى استغربوا يوم حضر جمهور النصر العماني قالوا انت الوحيد اللي حضرت تشجع، قلت لهم نعم انا الوحيد اللي حاضر اشجع، خلف الفريق في كل مكان، مو ادر الفريق ان كان الفريق الجزيره او منتخب الامارات خلفه، بس شو اللي يغرني ان بعض الجماهير وبعض جماهير الجزيره، واحنا عندنا قاعده جماهيريه كبيره، بس هي مشكلتها انه ما تحضر، يا تحصلوا في التويتر يا تحصلهم في المقاهي او في الشيش او في البيت، يا اخي انتهى فريقك مهما صار، مثل ما قلت لك الامارات حتى هالسوالف انديه الدرجه الاولى العربي ومصفوط جمهورهم يمكن اكثر عن جمهور الجزيره اللي يحضر، وبعدهم يازر الفريق، انت احضر ازر شجع، اذا شفت سلبيات ولا شيء انتقد. باذن الله تعالى نتمنى كل التوفيق كابتن ناصر. تسلم يا الله يخليك، لازلنا مستمرين مع جمهور الجزيره او مع جمهور الامارات، اذا لقينا مع لقاءات مع جمهور الامارات نقصد لكم اراء بعض الجماهير بكل امانه من خلف الكواليس. لازلنا متواجدين اعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام، الفنان سلطان سيف بإذن تعال 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 زين كلمه لا والله لا بالعكس والله ما عندي تصريح والله. فنان سلطان سيف حبيبي واحد من مشجعين نادي الجزيره بكل امانه، وانت محب لهذا النادي، يمكن قبل اللقاء بيني وبينك قلت لي فوز معنوي يمكن للاعبين للاداره للجهاز الفني بشكل عام لغرفه الملابس الجزيره. نعم صحيح. طموحاتكم انتم كجزراويه حتى للموسم القادم، ولكن متبقي مباريتين، انت كمشجع شو توجه رساله لجمهور الجزيره للاعبين نادي الجزيره في اخر مباريتين؟ والله جمهور الجزيره اقولهم ان شاء الله الموسم الجاي، هذا الموسم راح خلاص، احنا بس يعني قاعدين نلعب الحين على ما اعرف شو اقول لك يعني بصراحه، ونحضر ونحب النادي ولازم نناظر النادي، لكن ان شاء الله الموسم الجاي الجزيره راح يكون شكل ثاني مختلف تماما. انا اقول لك انت عارف اني اذا صرحت انا صرحت قبل واخذت الدوري على طول. كل التوفيق. بس الحين ما عندي تصريح. كل التوفيق الله يوفقك. زين في سؤال، في اغنيه ناوي تنزلها حق نادي الجزيره؟ والله اليوم كنت افكر في هذا الموضوع ان شاء الله حق الموسم الجاي، والله في تفكير، والله في تفكير للجزيره ان شاء الله يعني الموسم الجاي، لان صدقني راح اشوف الجزيره شيء ثاني. خذ مني الكلام. كل التوفيق. اجمعين يا حبيبي. سبقناه ترى في السؤال هذا، كان هو يفكر ولكن احنا خلينا من السؤال. ملتقين اعزائي المشاهدين.